البعض الآن يسأل دكتور راشد ويقول طب لماذا تضخمون هذه الأمور؟ يعني تضخمون وتبالغون في خطورة هذا الأمر بفترة المراهقة، أي ما هي الآثار الكارثية التي ستحدث سواء قمنا بالتطبيع مع هذه الخدعة واستجبنا هذه الخدعة خدعوك فقالوا مراهق، ما الآثار الكارثية المترتبة على ذلك سواء كان على مستوى الأسرة أو المجتمع أو حتى على مستوى الدولة؟ طيب لو قلت لك أن دولة من الدول ثروتها هي البترول مثلا أو الغاز الطبيعي، وأن دولة أخرى تقوم بسرقة هذا الغاز الطبيعي أو البترول من بواسطة أنابيب من تحت الأرض وأخذت كل المخزون الاحتياطي لدى هذه الدولة وسحبتها وأصبحت تتاجر بها ومنعت الدولة الأولى في الاستفادة منها، حدثني بعد ذلك عن الحروب التي ستقوم بين هذه الدول. إذا كان هذه ثروة تحت الأرض فما بالك بثروة فوق الأرض؟ إذا كانت هنالك ثروة أحسنت في التشبيه، ثروة يعني توقد يعني إضاءة وتحرك السيارات في الشوارع، فما بالك بالثروة التي توقد مجد الأمة وتحرك الأمة ما بين الأمم؟ يعني الشباب هم ثروة الأمة، هم عماد الأمة، هم مجد الأمة، معظم حياتهم. بل لا أتخيل أن أمة من الأمم يعني يقوم مجدها إلا على هؤلاء الشباب. أنا أقول لك الآن مصر، أنا أتجول في مصر وأذهل من هذا الكم الهائل من الشباب فيها. مصر ما يعني دولة شابة، فلذلك هي تحافظ على قواتها بين الأمم، ولذلك المؤامرات كلها تدور على مصر. سأتي لهذا الحديث لاحقا. الثروة، كل الثروة والمجد، كل المجد عن هذه الفترة العمرية، يريدون هذا الشاب شاب مفرغ من محتواه لكي يميعوا في داخله الدين ثم يجهزوا عليه بعد ذلك. ما الذي يجري بعد أن تنصبغ وأن بعد أن يشرب هذا المخلوق؟ ما الذي يجري؟ أولا يحصل له عملية بتاعة تشبه سواء بالغرب أو تشبه بالمنحرفين. لو دخلتم جحر ضب لدخلتموه، بالضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لتتبعون سنة كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. نعم. قالوا الفارس والروم أو اليهود والنصارى، قالوا فمن يعني من غيرهم؟ نعم. يعني احنا الآن وصلنا مرحلة بتاع التنميط وتشبه إلى درجة أن بعض الشباب يذهب ويشتري، مفترض أنه مش يشتري ملابس جديدة، وإذا به يأتي إلى البيت ومعه بنطال ممزق ممزق من هنا هكذا، يا ابني البنطال حصل له حاجة، مين قطعه هيك بتاع؟ تقول لا يا بابا أنا اشتريته بهذه الطريقة، وهذا الممزق أغلى من السليم. يعني صحيح. انت عارف احنا بنتشبه بمين؟ مش بالغرب، أردأ نموذج للغرب اللي هم المتسولين والرجرية والدهماء في الغرب، يعني الناس اللي قاعدين على قارعة الطريق يشربون المخدرات، وهذا هؤلاء هم الذين يلبسون الممزق ويلبسون الواسع إلى درجة أنه يسقط من أسفل مؤخراتهم بهذا الشكل المخيف. بل حتى الشعور المتناثر هذه هي لأنهم لا يجدون ما يسرحون به شعورهم، فنحن نتشبه بهم. يعني شوف مرحلة الاستلاب والضعف والاختطاف الذي تم اختطاف هذه الأمة تماما واستلابها تماما، حتى أن اللاوعي عندهم قد اختزن بتمجيد هذه الأمة وانتهى تماما النموذج والأمثولة القيمية التي كان يفترض أنه إحنا نتعلق بها، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأماجد. فنحن أصبح شبابنا يتعلقون بهذه النماذج. طيب النوع الثاني وهو أو الخطورة الثانية التي تتجلى في هذه النقطة وهي العدوى. الشاب حينما يحصل له هذا الجنون وذاك المجون تصبح له عدوى ويحدث تأثيرا كما يصنعه صاحب الجرب فورا، يؤدي كما يؤدي الصيحة الأجرب. بالضبط. يعني جاء جيرانه زملائه في المدرسة وسرعان ما ينطلق الأمر وينتشر ما بين الشباب صبية كانوا أو بنات، وأنا هنا يعني عين تنظر إلى الصبية وإلى الصبايا على حد سواء، الصبية أكثر لكن الصبايا أخطر،
لأنه إحنا نتكلم عن أم ستلد نماذج. إذا كانت هذه الأم بهذا التفكير ستنتج لنا نماذج ممسوخة ساقطة متناثرة منتهية. هذا الفراغ بعد ذلك يملأ سقوط الأنثول القيمية من ذهنهم، سيتم اختطافه، بعد كده يتحول هذا الشاب إلى قنبلة موقوتة، يمكن أنه يتم استدراجه، شراءه، لكن ليس لصالح الأمة على أي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. وهنا يحصل الاستلاب الكامل وغياب هذا النموذج أو هذه الثروة، وتمتص امتصاصا وتضيع ما بين، وهذا ما حدث مع أغلب الدول التي بها حروب للأسف. نعم، بها حروب وبها منازعات الآن، الاستيلاء على عقول الشباب أولا قبل التجهيز عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. صحيح.